السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي وإخوتي الطلاب، نواصل اليوم في الفصل الأخير، الفصل الخامس، سلوك الحيوان. وتكلمنا المرة السابقة عن السلوك الغريزي أو السلوك الفطري، وزي ما قلنا السلوك ينقسم لنوعين، غريزي أو فطري. والسلوك النوع الآخر من السلوك هو السلوك المكتسب. طيب، نشوف اليوم ما هو السلوك المكتسب. السلوك المكتسب هو السلوك الناتج عن التفاعل بين السلوكيات الغريزية والخبرات السابقة ضمن بيئة محددة، يعني حاجة كده بتحصل نتيجة للتفاعل بين السلوك الغريزي اللي هو بتولد بيه المخلوق والخبرات السابقة، يعني تجاربك وحاجاتك اللي بتسويها، يعني بعد مع التكرار بتبقى نوع من أنواع السلوك. طيب، مثال على ذلك عندنا يا شباب، زي لعب الرياضة أو اللعب الرياضية، وعندنا القراءة بالتعلم، بتيجي قيادة السيارة برضو بالتعلم، ألعاب الحاسوب، كلها دي عبارة عن سلوكيات مكتسبة. أيضا نشوف الأنواع، أنواع السلوك، السلوكيات المكتسبة زي التعود والتعلم الشرطي، السلوك المطبوع والسلوك الإدراكي. طيب، التعود، ما هو التعود؟ التعود هو طريقة يستجيب بها الحيوان لمثير ليس له تأثيرات إيجابية أو سلبية بعد تعرضه لهذا المثير بشكل متكرر. وده أكتر حاجة بجينا يا شباب، المزارعين بيعرفوا كده، في البداية بيقوم بيعملوا جسم كده ويلبسوا لبس حق بني آدم أو بشر عشان يطرد الطيور من إنها تأكل أو تتغذى على المحصول. وبعد شوية بنلقى إنه الموضوع ده بقى ما بجيب أي تأثير عند الطيور، بل بلقاها جالسة عنده يعني. طيب، صغار الطيور ترى أجسام متحركة عديدة فوق رؤوسها، في البداية بتستجيب ولكن مع مرور الوقت بتتوقف الطيور عن الاستجابة لهذه المثيرات. الأحصنة أصبحت معتادة على الشوارع وضجيج وضجيج الزحام، يعني في البداية بتكون مترددة خصوصا لما تجي داخل بها الأسواق أو مكان الأماكن حقة الازدحام، لكن بمرور الوقت بتتعود على كده. طيب، الطيور أصبحت معتادة على الفزاعة اللي هو قلناها قبل شوية، لأنها تتعلم أن ليس لها تأثير سلبي أو إيجابي. طيب، التعود هو تعلم عدم الاستجابة للمثير، بمعنى إنه شيء في البداية كان بيجيب نتيجة ولكن بالتعود أدركت المخلوقات إنه ما عنده أي تأثير سلبي أو إيجابي، ولا بيتحرك ولا بينش ولا بيهش. أهو صورة بالأحصنة، في البداية بتكون ما متعودة على الازدحام والطرق، وبمرور الزمن أو بالتكرار الفعل نفسه بنلقى إنه الأحصنة أصبحت متعودة على وجود الازدحام وعلى الضجيج وعلى وعلى. طيب، علل التعود مهم في حياة الحيوان، لأنه يسمح للحيوان بأن يتجاهل المثيرات غير المهمة ويركز على الاستجابة للمثيرات المهمة كوجود الطعام أو شريك التزاوج أو وجود مفترس حوله. التعود سلوك يتم تعلمه، يعني ما هو سلوك بيتولد به المخلوق، بيتم تعلمه في الحياة بصورة عامة. والسبب لأنه ينتج عن ظروف يواجهها المخلوق، المرة الأولى لو ما ضبط معاك ردة الفعل، المرة الثانية بتقدر تتصرف معاه. طيب، التعلم الكلاسيكي الشرطي هو تعلم يحدث عند الربط بين نوعين مختلفين من المثيرات، يعني زي مثلا التجربة بتاعة الكلب عزكم الله، بيضرب الجرس، بيرن الجرس، بعد شوية بيجي
اللحم. اتكررت المسألة دي، أصبح الكلب بيربط بين صوت الجرس وحضور الطعام أو اللحم، لذلك بيفرز بيسيل لعابه يعني بمجرد ما قرع الجرس. أهو عندما يقدم الطعام إلى الكلب يسيل لعابه، يقرع الجرس كل مرة يقدم فيها الطعام، فيكون الكلب يكون الكلب علاقة بين الجرس وتقديم الطعام، في النهاية يسيل اللعاب بمجرد ما يرن الجرس. التعلم الإجرائي الشرطي ده بيربط فيه الحيوان استجابته لمثير ما مع النتيجة الإيجابية أو السلبية، ودي بنلقى إنه في كثير من أنواع المخلوقات لو جربت تأكل شيء المرة الثانية بتلاوز أو بتتجنب أي شيء يشبه الشيء الأول. يعني وضع العالم سيكثر جردا في صندوق وضع عفوا وضع العالم سيكثر جردا في صندوق. عند اكتشاف الجرد للصندوق كان يصطدم بمقبض يجعل الطعام ينزل داخل الصندوق. في البداية تجاهل الجرد المقبض وكان يأكل الطعام ثم يكمل جولته في الصندوق. ليترون تعلم الجرد أن يربط بين الضغط على المقبض والحصول على الطعام. يعني العالم سيكارت أو سيكتر وضع جرد، ودي مفروض سكينر يعني ما أعرف، عموما خطأ مطبعي. في عالم ما وضع جرد في صندوق، والجرد كان بيتحرك بيستكشف في الصندوق ولمس مقبض نزل الطعام، أكل الطعام وتجاهل. المرة الثانية والثالثة والرابعة الجرد أدرك إنه لما يدوس على المقبض بيجيه الطعام، فكل ما يجوع بيعمل الحركة دي. مثال: الفراشات الملكية ذات الألوان الزاهية سامة للعديد من المفترسات، وعندما يأكل طائر الزرياب الأزرق الفراشة الملكية لأول مرة يصاب بالمرض ويتقيأها، فأصبح إنه بيربط بينها وبين أي شكل يشبهها وبيتجنب أكل الفراشات والفراشات ذات الألوان المتشابهة أيضا. التعلم السلوك المطبوع هو التعلم الذي يحدث في فترة زمنية محددة من حياة المخلوق ويستمر بعد ذلك. يعني حاجة بتتعلمها في فترة محددة بعد ذلك بتستمر معك، ما بيستمر التعلم، يعني ما دائما انت بتتعلمها خلاص بقيت اتعلمتها. الفترة الحساسة هي التي يحتاج إليها الحيوان لإتمام السلوك المطبوع. لو عايز تتعلم طباعة، عايز تتعلم أي شيء، بتحتاج لفترة اسمها الفترة الحساسة عشان تتم السلوك ده، وهي عادة بتحدث بعد الولادة مباشرة عند بعض المخلوقات الحية، ويمكن للصغير من خلالها تكوين رابطة قوية مع حيوان أليف مثلا أحد الأبوين. طائر مالك الحزين بيكون رابطة اجتماعية قوية مع أول جسم يراه بعد الفقس. السلمون يتعرف على تركيب الماء الكيميائي التي يفقس فيها، فبنلقى إنه بيعود مرة أخرى إلى الموقع نفسه عندما يحين موعد وضع البيض. السلوك الإدراكي وهو عنده علاقة بالتفكير والاستنتاج وحل المشكلات ومعالجة المعلومات. بنلقى إنه للبشر سلوكيات إدراكية عندما يحلون المشكلات ويتخذون القرارات. الغراب أيضا يا شباب بيستعمل مهارة حل المشكلات للوصول إلى الطعام والماء. الشمبانزي بيستخدم حجرا لكسر الثمار وفتحها، ويفسر هذا السلوك بأنه يفكر ويستخدم الأدوات لحل المشكلات. ده هنا صورة توضح الشمبانزي بيستعمل حجر لكسر الثمار، وده فسروه العلماء بأنه سلوك إدراكي. وأيضا على اليسار عندنا الغراب بيستعمل مهارة حل المشكلات ليصل إلى صنبور الماء ويشرب. وأقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسأل الله أن يفيدكم بما تعلمتم.
إلى أن نلتقي في درس قادم، أترككم في حفظ الله ورعايته. أستاذ المادة أستاذ عمار، السلام عليكم.